أنا أسأل أستاذ وفاء سؤال وما أريد أسئلة على تاريخ قديم. أنا أقول له الأخوة بالإقليم عطلوا بيوم عيد الغدير، عطلوا مؤسساتهم بعيد الغدير. زين إذا معطلين حتى نقول إيه والله هذا مدعاة للوطنية وجاي يشاركونا. تمام، بس قضية القومية شو تريدون يتخلون عن قوميتهم؟ أبداً لا يتخلى عن قوميته، مثل ما إحنا نعطل بأعيادهم المفروض من داعي الوطنية والهوية العراقية يعطلون بأعيادنا. زين هذا هاي نقطة. النقطة الثانية الأستاذ يشكل على ويريد تطبيق. خلنا نروح بسرعة أجاوبك على هذا السؤال. والله بنعم او لا عطلتوا بعيد الغدير لو لا ما عطلوا المؤسس الصاد العزيز. دقيقه انا اقول لك لا لو لا عطلتوا لو لا عطلتوا لو لا حترجع اسال. اولا صوتنا على عيد الغدير لو لا؟ لا صوتت انت صوتت عطلتو. لا لا قاعد اشيد على خروج القوات الامريكيه. ليش لا ثاني ما انا وحده هو دقيقه البرلمان صوت على خروج القوات الامريكيه. هل الحكومه لا هسه بعد ارجع لك والله ارجع لك حتى لو تنتهي الحلقه ارجع لك. بس انت قل لي قعدتوا بعيد الغدير سويتوا؟ لا هو كان اول ثاني يوم اول عيد لا اعتقد لا ما عطلنا احنا ما عطل هوي هاي مدعات هاي مدعات للهويه العراقيه. اسمعني استاذ وفاء هذا وقتي استاذ وفاء. هذا مدعات للهويه العراقيه اللي تتكلمون بها الاخوه الكورد بانه يجون يصوتون على قانون داخل مجلس النواب ويروحون المؤسسات هم ما يعطلون الدوام.